هل تجبر البنت على الحجاب قبل البلوغ؟ لا، قبل البلوغ لا تجبر، وإنما توجه، تؤمر بهذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فقبل البلوغ لا تجبر، ولكنها توجه، تعلم، تدرب على هذا الأمر. فإذا بلغت خلاص صار وقع، مثل ما يقول سبق السيف العدل، خلاص هنا الآن يوجب عليها الحجاب. لكن لابد أن ما يصير نعلمها على لبس المخلع على قولتهم وكذا، هاتي بعدين بين يوم وليلة يلا تحجبي، ما راح تطيع، صعب تطيع. لكن تدرب، تعلم على هذا شوي شوي، تلبس المستور كذا، حتى إذا جاء وقت الحجاب وقت البلوغ استجابت، أو حتى تحجر قبل البلوغ ما في مانع أبدا. لكن المهم أنه لا تجبر قبل البلوغ، وإنما تنصح، توجه. نعم.